أهلا بكم. النهاردة التدريب بتاعنا عن اختيار الحرف المناسب للصورة. في التدريب ده أنا هنطقلك اسم الصورة وإنت عليك تختار الحرف اللي بتبدأ بيه الصورة. التدريب ده بناخده لما يكون ابننا خلاص اتدرب على الحروف ألف باء تاء إلى آخره. دربت ابني، أنا عايز أتأكد من مدى فهم ابني للحروف اللي بيبدأ بيها الكلمة. الاختيار ده هيكون مناسب للأطفال دي. يلا بينا مع بعض نبدأ التدريب. هعرض لك دلوقتي اسم الحاجة وانت عليك تختار الحرف المناسب. كلب. برافو عليك، حرف الكاف. ممتاز. يلا على المثال اللي بعده. خروف. حرف الخاء. احسنت يا بطل. يلا على المثال اللي بعده. اسد. حرف الألف. ممتاز يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. بيت. حرف الباء. برافو عليك يا بطل. يلا على المثال اللي بعده. نحلة. حرف النون. ممتاز يا بطل. ليمون. برافو عليك، حرف اللام. يلا على المثال اللي بعده. عنب. حرف العين. ممتاز يا بطل. يلا على المثال اللي بعده. طيارة. حرف الطاء. ممتاز يا بطل. يلا على المثال اللي بعده. غسالة. حرف الغين. ممتاز يا بطل. يلا على المثال اللي بعده. فراولة. حرف الفاء. أحسنت يا بطل. يلا على المثال اللي بعده. يد. حرف الياء. برافو عليك. ممتاز. يلا بينا على المثال اللي بعده. تاج. برافو عليك، حرف التاء. أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. دب. حرف الدال. أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. قلم. حرف القاف. أحسنت يا بطل. يلا بينا على المثال اللي بعده. ولد. حرف الواو. أحسنت يا بطل. وكده حبايبنا الحلوين نكون خلصنا التدريب بتاعنا النهارده عن اختيار الصورة المناسبة للحرف اللي بيبدأ من الكلمة. كان معاكم محمود جويش على قناة رحلات تربوية. متنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل تدريباتنا والأنشطة الخاصة بينا، وإن شاء الله نشوفك في فيديوهات تانية. مع السلامة.